Ibarak, ibarak ya Omar. Ibarak. Aid mubarak, teman-teman. Oke, thank you. Road block with police. Morning. Aid mubarak, Aid mubarak. Come. Look, road close. Adik. Oh, my God.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله جعلها مرتبطة بكل فعالياتها بتفصيل أو بتفاصيل هذه القصة. يودع إبراهيم عليه السلام ولده الوحيد الذي تمناه من الدنيا بعدما كبر سنه ولان عظمه، يودعه ويتركه أين؟ في صحراء مميتة قاتلة. ودع سعي المرأة الصابرة هاجر عليها السلام بين الصفا والمروة، دعه يحدثك عنها. ماذا قالت المرأة الصالحة الصابرة بعد أن تركها؟ قالت: إذن لن يضيعنا الله. وأنا أمر بشكل سريع على هذه التفاصيل اختصارا للوقت. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولاحظوا الأدب، ستجدني إن شاء الله، نسبة الخير والفضل كله لله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لذلك شرعت الأضحية في هذا العيد. نحن في عيد الأضحى أيها الأخوة، وفي الحديث: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. وعن قال: يا رسول الله، إنني أهلا أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي،
قال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكما تقول فكأنما تسفهم المل. العيد يوم الإحسان العظيم، تريد العفو من الله؟ أعظم عبادة بعد النحر أن تعفو عن الناس في هذا اليوم. هذا العيد، هذا معنى العيد. إذا أردت أن تفرح بالعيد، إذا أردت أن تعمم الفرح على الناس بالعيد، فابدأ بالعفو عن من ظلمك، فابدأ بإخراج البغضاء من قلبك. ثم الحمد لله، أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Eid Al Adha brings us to remember our beloved Prophet Ibrahim alayhi salam, who's considered as the father of the prophets alayhi salam. It was the history between him, Ibrahim, and his son Ismail alayhi salam that signifies the Quran.